بسم الله الرحمن الرحيم. خوتي هذا المليون رقم ربعة. عندنا شكارة تسميد هاي محطوطة ديجا. عندنا زوز بايت لحظة غلوريا. وعندنا زوز شعر تريدة. عندنا وحدة مايونيز. عندنا وحدة خل. عندنا وحدة طون. وعندنا وحدة مايز. عندنا وحدة طعام. عندنا لسان طير. وعندنا زوز فاميكو. وعندنا زوز روز بسماتي. مازال الخير. البلدية يعطيكم زوز حوايج با تعرفوا السرقة كيفاه كانوا يسرقوا فيكم ويجيبوا غير لي مارك اللي عمركم ما سمعتوا بها. السلعة اللي قرب يقفلها لاطار. عندنا وحدة لوراج ريحة. عندنا وحدة أمير. عندنا وحدة جافيل بريف. وعندنا وحدة إيزيس. وعندنا واحد أومو. تفكرني العفسة هذه في جماعة اللي يبيعوا القش، هما اللي يا تشوف ويلوح. تفكرني هيا جماعة القش ديروا جاست كما هذا. جماعة أصحاب الحوانت اللي نهار كامل انتم تنعتوا في رواحكم تنعتوا في السلعة تاعكم، هيا ديروا معانا المبادرة هذه تاع مليون خاطينة. هيا مازال خيرة. عندنا واحدة سباجيتي. وعدنا السكر تاع 5 كيلو. وعدنا وحده ملح. وعدنا وحده فرماج تاع 2 كيلو. وعدنا طماطم تاع كيلو. وعدنا وحده هروس. وعدنا زيتون تاع 2 كيلو. وهذه سبيسيال، هذه سبيسيال لجماعة كيلي ميني. ها البياسة نعتوا رواحكم. ها البياسة وينكم؟ هاي هاي كل الجزائر كومبلي ديروا هاشتاغ تا مليون خاطين. هذا مليون رايح لليتامى. وجماعة لي كومونتير اللي يقول لك رياء ومنا، اللي يعرف إمام يعيط للإمام يسقسيه، واللي ما يعرفش إمام ادخل للجوجل اكتب الصدقة العلانية واقرأ عليها. احنا قاعدين نحفزوا في الناس باه يديروا العفسة هذه. اللي عنده جماعة وباخ روحه من صدقة كما هذه ربي يهديه. هذا واش راح نقول. الناس والله في الكوزينة تاعها والله ما تطيب. الناس هو الرب اللي يعلم بها أي في حالة يرثى لها. أو الشيطان برك يزين لنا في الدنيا وما كاين والو. أو واحد فينا ما يضمن يصوم 10 أيام في رمضان. الصدقة تدفع البلاء، والرسول صلى الله عليه وسلم عليه حلف قال لك ما ينقص دوره من الصدقة. اللي قادر أخويا يدير مليون وحده وصور كما هكذا، اللي ما قادرش زوز يديروا 500 500، ولا ما قادرين زوز يديروا ربعة 250 250، واللي ما قادرش خلاصة بارطاجي لا فيديو يا جماعة، خلي يمشي لا فيديو تستفاد منه الناس. في سكيكدا، في عنابه، في قسنطينه، بارتو. انا يعيطولي ديما والله، كاين اللي نرجع عليهم وكاين اللي ما نقدرش الا غالب. يعيطولي ناس يقول لك اخويا كاش ما تعاون وكاش منا، احنا هذه شغل مبادره وغير نفكوا رواحنا من الجيران اللي عندنا برك، ما نخليش كيما نقولوا جاري ميت ونروح نديها لقسنطينه ولا العنابه. فهمتوا علي يا خاوتنا؟ ان شاء الله الفكره هذه تعم عبر التراب الوطني، وكيما نقولوا حنايا واللي يديرها كيما هكذا ويزيد يقتدي منها واحد خلاف أجر على الله. وصحة بعد الفطور، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.